ده 32 قياس الأطوال الكتل والسعة، الحصة الأولى. المسألة الأولى، سعة إناء A هي 3 لتر 750 مليلتر، وسعة إناء B هي 5 لتر و525 مليلتر. أعيد القراءة مرة أخرى، سعة إناء A هي 3 لتر و750 مليلتر، وسعة إناء B هي 5 لتر و525 مليلتر. السؤال الأول، ما سعة الإناءين معا؟ نقوم بعملية جمع السعة ديال الإناءين جوج بهم. بكم تزيد سعة إناء B عن سعة إناء A؟ إن سعة الإناء B أكثر من سعة الإناء A، إذا بكم تزيد عنها؟ إذا لحساب سعة الإناءين معا نستعمل التمثيل التالي. والتمثيل التالي، 5 لتر و525 مليلتر زائد 3 لتر، اللي كتساوي لنا 8 لتر و525 مليلتر، يعني كنجمع 5 لتر، 5 لتر مع 3 لتر كتعطيني 8 لتر، 8 لتر كتبقى لنا 5، هادي كنحسبتو بها، إذا 8 لتر كنجمع هادو مع بعضياتهم تساوي 8 لتر و525 مليلتر. 8 لتر و525 مليلتر زائد 750 مليلتر، إذا هنا كتساوي لنا 9 لتر و275 مليلتر. إذا كيفاش درنا القيمة هادي؟ غنشوفو هنايا، كنعرفو بأن 1000 مليلتر تساوي 1 لتر، إذا و525 زائد 750 كتساوي 1275، ملي كنجمع هادو مع بعضياتهم اللي هي 1000 كنحولها للتر، هي كتعطينا 1 لتر، 1000 واللي بقى كيبقى لنا بالمليلتر. إذا إلا جمعت هادو مع بعضياتهم كيعطيني 1 لتر و275 مليلتر. إذا 1 لتر و275 مليلتر كنزيدها مع ديك 8 لتر كتعطيني 9 لتر، هي 9 لتر كتبقى لنا 275 مليلتر. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني بكم تزيد سعة الإناء B عن سعة الإناء A؟ إذا كنا درنا عملية طرح، 5 لتر و525 مليلتر ناقص 3 لتر، عندي كنقوم مع هذه العملية هي الأولى، 5 لتر ناقص 3 لتر إذا كتبقى لنا 2 لتر، هي 525 مليلتر، 2 لتر و525 مليلتر ناقص 750 مليلتر كتساوي لتر واحد لتر و775 مللتر. يعني نشوف الطريقة، أولا لا يمكن طرح 750 مللتر من 525، لا يمكن طرح 750 مللتر من 525، لذا ينبغي تحويل واحد لتر إلى 1000 مللتر، كان خاصنا نحولو ديك واحد لتر إلى 1000 مللتر، يصبح لدينا تولي عندنا 12 لتر 525 مليلتر، وهاد 12 لتر و 525 مليلتر هي 1 لتر و 1525 مليلتر، وبطرح 750 مليلتر ثم يصبح لدينا 1 لتر و 775 مليلتر. الآن نمر إلى الكراسة. الحصة الأولى، أكتشف أتمر. أولا أحسب كتلة الطماطم والبطاطس معا، جوج كيلو 850 غرام تساوي 2850 غرام، 5 كيلو 600 غرام تساوي كم بالغرام؟ ندير عملية الجمع، كتلة الطماطم والبطاطس معا هي كم بالكيلوغرام ثم كم بالغرام. أحسب الفرق بين كتلة البطاطس والطماطم، ندير عملية الطرح، 5600 ناقص 2850، أحسب الفرق، الفرق بين كتلة الطماطم وكتلة البطاطس هي كم بالكيلوغرام ثم كم بالجرام. ثانيا، تمتلك زينب قطعة قماش خضراء طولها 5 متر و750 سنتيمتر، وقطعة قماش حمراء طولها 2 متر و85 سنتيمتر، أحسب مجموع طولي القطعتين، 5 متر و70 سنتيمتر تساوي 570 سنتيمتر، إذن 2 متر و85 سنتيمتر تساوي كم بالسنتيمتر؟
مجموع طولي القطعتين هو كم بالمتر والسنتي؟ إذا نجمع عملية الجمع 570 زائد 285 إذا تساوي كم؟ إذا تساوي كم بالمتر والسنتيمتر؟ بكم يزيد طول القطعة الخضراء عن طول القطعة الحمراء؟ يعني عملية الطرح هنا، عملية الطرح، ثم نعلم أنه 100 سنتيمتر تساوي 1 متر، هي 100 سنتيمتر تساوي 1 متر، وواحد متر تساوي طبعا 100 سنتيمتر. إذا عملية الطرح هنا 570 ناقص 285 عملية الطرح، شوف الحبة تساوي، ثم إذا تساوي كم بالمتر وبالسنتيمتر. إذا هذه هو الدرس ديال اليوم، الحصة الدرس ديال اليوم 32 قياس الأطوال والكتل والسعة، الحصة الأولى. إذا على بركة الله، بالتوفيق إن شاء الله.